حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. اوتو فوكس بسياره جديده، وطبعا مع رسامي اوتوموتيف اندستريز وكلاء تيفولي سانج يونغ بلبنان. اليوم معنا جنرال مانجر لرسامي اوتوموتيف اندستريز مستر رودي هنود الى جنبنا. هاي رودي. هاي، كيفك؟ انا مبلشين 2019 وجايبنا السياره 2020. هيدي بعمل صايره باوتو فوكس صراحه. ماشي، مش انه مبلشين 2020، لا مقدم مسبق سنه. مسبق سنه، ايه، هي منيحه للريسيل فاليو للزبائن. بقى حلو واحد يستلم السياره اليوم بالاول باول 2019 موديل 2020، مسبق سنة على العصر يعني. مظبوط. بدنا نحكي اليوم عن سانج يونغ تيفولي. يعني سانج يونغ مصنع كوري عملاق بعالم السيارات، صار له سنوات طويلة جدا. بدنا نحكي شوي هيستوري عن سانج يونغ قبل ما نحكي شوي عن هالسيارة الحلوة اللي معنا بالاستوديو. مظبوط. سانج يونغ شركة كورية مثل ما عم بتقول، تأسست سنة 54 وانطلقوا بتصنيع سيارات الاس يو في مينلي 4x4، وانشهروا لدرجة ابتداء من سنة 64 صاروا عم بيسلموا للجيوش الأمريكية الجيب الشهير الويليس. صح. سنة 91 مضوا اتفاق تعاون تقني مع مرسيدس بانز وأطلقوا سيارة معروفة من بعض الناس بعد لحد اليوم، الموسو. صح. اللي بلشوا يسوقوها مرسيدس قبل ما يسوقوها حتى جماعة سانج يونغ، وانشهرت بلبنان كتير وقتها. انشهرت بلبنان. نعم. كمل هالاتفاق وطلعوا جيب الكوراندو الجيل الثاني اللي لليوم بعده بيتصنع الكوراندو. وسنة 2015 في هالاس يو في الكومباكت الرائع اللي هو كان ثورة بالديزاين وثورة لدى مبيعات سانج يونغ عالميا. بهالسنة نفسها مضى اتفاق تمثيلهم من قبل شركة رسامني اوتوموتيف اندستريز بلبنان، لسبب واضح ان شهرة رسامني اوتوموتيف بعالم السيارات، الخبرة الهائلة مثل ما بتقول، ومينلي خدمة ما بعد البيع، الصيانة المنزلية، الصيانة بثلاث مراكز، والطوارئ خدمة 24 ساعة على 24 بخط لبنان. مهمة جدا جدا. مضبوط. عم نشوف شكل فعلا كتير كتير حلو لتيفولي الـ 2020. نرجع مذكر مع هالليد لايتس اللي شكلهم عاطيهم هيبة كبيرة للترامب فيو. هذا الموديل ليميتد اديشن اجى عليها السنة بال 2020 فيس ليفت، في بعض الرموز مثل ما نشوف من الأمام، اللور جريل مغيرة، في هاوسينج أسود للفوغ لايتس. نعم. وفي كل السيركلاج اللي على الجهة السفلى للسيارة مغير. اكيد راح نشوف بعد شوي بعض الامور من الداخل. الالوي ويلز 18 انش، الالوي ويل 18 انش، زبون عنده خيار بين 16 و18. حلو. وفي عنا اكيد اللي بنلاحظه هو هالديزاين اللي عم نكرر من مثل المره الماضيه، عريضه من قدام السياره، مخصوره بالنص، عريضه من ورا، لانه مش بس تو ويل درايف، هي السياره كمان فور ويل درايف، معدله تمشي بالثلج، معدله تدخل وتظهر من اماكن ثلجيه، جاهزه لاصعب الظروف يعني. اكزاكتلي. exactly. وعندنا هال اذا بدك السبورتي لوك مثل ما عم بتقول عن الجانت، البامبس كمان هالممر. من ورا البامبر الوراني، كمان من الخلف عندنا رموز جديده بالفيس ليفت اللي هن سيركلاج الهاوسينج الكروم دير مدار البريزنس لامبس، وهالفوغ لايت الوسطي مثل السيارات الرياضيه. صح. جدا. صح. واكيد تركين هالبلاك رير جلاسز اللي بيتصلوا بشكل كتير متوازي مع الروف سبويلر الاسود. سياره لونين، في الناس تاخذها بلون واحد. اكيد فعلا شكل كتير كتير اتراكتيف على طريق السياره. رح ننتقل هلا مع رودي نحكي اكثر عن ابرز الاوبشنز موجوده بداخل التيفولي ل 2020. تعالنا على داخل التيفولي. يعني اول شيء وساعه كبيره بالسياره، والاهم من هيك هو هالجلد مع ستيتشنج الاحمر، ودي كثير كثير حلو. مزبوط. هيدا ليميتد اديشن بفرش جديد وستيتشنج مثل ما عم بتقول، واكيد كل العناصر اللي بنعرفها النوبل ماتيريال اللي مستعمله بالسابق بعدها، وبالعكس تحسنت لبل. فينا نشوف انه صار عندنا انفوتيمنت سيستم بالليميتد اديشن اللي هي الشاشه الكبيره، كاميرا خلفيه، دي شيب مالتي فانكشن ستيرنج مثل العاده، انما ملبس جلد، سوفت ماتيريال ويز دنسيتي الومنيوم، بيانو بلاك انلايز، كل الازرار اورتوبيديكلي عفوا ارغونوميكلي مبينين كيف هن مخطوطين، عنصر جديد ماسكه فيتاس جديده، وتشغيل التبترونيك بشكل جديد تماما، وتركين كمان كل الامبيانس اللي هي مثل الكوكبيت تبع الطياره بالريد لايتنج. حلو كثير عن جد من الداخل. انا كثير متحمس اعرف سعرها للسياره، رح نشوف باخر فقره على كل حال، بس قبل بدنا نحكي عن البرفورمنس، نحكي برفورمنس ونرجع نوصل للديل. حتما.
صاروا تحكي اكيد عن بيرفورمانس التيفولي. اكيد تيفولي 2020 مرجع مذكر لاول مره بأوتوفوكس عم كون سبين هالقد يعني بعدنا بداية 2019 معنا سياره 2020 رودي بس عن جد الاوبشنز اللي فيها كثير حلوين والتعديلات اللي بين الجيل السابق والحالي مبينه واضحه. مظبوط. من ناحيه البيرفورمانس موتور 4 سلندر 1.6 لتر ديول سي في في تي 16 صباب 130 هورس باور متصل ب 6 سبيد الكترونيك جير بوكس مع 3 درايفنج مود واكيد الزبون اللي بنقي 2 ويل درايف او 4 ويل درايف هون بيجي الفرق على تطبيق على الارض هالقوه هيدي اذا اخذنا 4 ويل درايف فيها ديفرنشال لوك هالكومبينيشن كلها وفيره رغم كل الاداء اللي عندها اياه. نعم. 130 حصان انما 200 كيلومتر بالتنكي هذا شيء مبهن من 3 سنين لحد اليوم. دونك عندنا سيارة وفيرة من ناحية الصيانة لو مشيت 200-300 ألف كيلومتر ما في إلا تبديل زيوت ودواليب وفريمات 200 كيلومتر بالتانكي كل اليوس وكل الجن لهالجناس اللي عم أكتريتهم عم يشتروا هالسيارة مبسوطين جدا من أدائها من بعد البيع حتى يعني أداء حلو مصروف بنزين ممتاز شكل رائع مع أوبشنز كتير كتير مهمة سيفتي هائلة لأنه السيارة الوحيدة بالكاتيجوري تبعها 72% من الكابين ستركتور تبعيتها هاي ستراند ستيل مع مالتي إيرباج أي بي إس أي بي دي وإي بي إس بيرفكت ما في شيء ناقص لا ما في شيء نشوف السعر بس لانه كل هول اللي سميتهم ما بعرف اذا يمكن السعر بيكون عالي ولا لا انا حاسس رح اتفاجئ بالسعر رح نشوف اكيد بالديل شو الستارتنج برايس اليوم لهالتيفولي الحلوه كثير معنا بالاستوديو من بعد جوله شامله على السياره من حيث الشكل الخارجي الداخل الاوبشنز اكيد واهم شيء كمان بيرفورمانس سيفتي رودي بنعرف شو الستارتنج برايس سياره 2020 اللي معنا سياره 2020 لازم اذكر انه عندنا كرسامي اوتوموتيف اندستري ثلاث مراكز للصيانه والصيانه المنزليه وخدمه طوارئ 24 ساعه على 24 وعندنا اكيد 9 صالات عرض بنعزم الناس كلها يطلبون على 04-722-140 لنعرض عليهم التست درايف وندلهم على اقرب صاله. ممتاز. هلا نحن بدنا نقول عن سعر الموديل 2020 ليميتد اديشن سعره ستارتنج بالتو ويل درايف اديشن 22500 مع كل الزوايد اللي كانوا يجوا على سيارة اللكجري بالسابق 22500 بتتضمن VAT والتسجيل وأكيد في الفور ويل درايف بزيدها 2000 دولار. في نقطة مهمة كتير بقيلنا من موديل تيفولي الماضي كم سيارة عدد محدود جدا بأسعار خيالية يعني كمان لازم نستفيد خيالية لكن الزبون بياخذ القرار هو بنفسه. شكرا على وجودك معنا رودي واكيد بنشوفك بحلقات مقبله. معنا سياره حلوه كثير معنا اليوم التيفولي 2020. بشوفكم بكره بحلقه جديده وسياره جديده مشاهدينا تابعونا الى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ورنسهل عليك بعد أكثر هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.